فين فين؟ كين فين؟ ما تنطيه فين؟ مسافر. هو في ايه يا فارس؟ في ان مفيش اي حد في الدنيا يعمل هو بيعمله ده. عايز ينتقم ينتقم منه هو. لكن يقتل حد ملوش اي علاقه بالموضوع ده 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 اسمه جنان. ده حيوان. هو كين قتل؟ قتل مين؟ قتل طفل. طفل بريء ملوش اي علاقه بالموضوع. آخ على الأيام، بدل ما أجري عليها لقيتها سكين وبتذبح. يا أنا أنت قاعد هنا بتعمل إيه؟ أنت عاوز إيه دلوقتي يا أم؟ عايزاك تقعد في وش عمك عشان يعرف ان هو السبب في قتل ابنك. خلاص اللي راح راح، المهم اللي جاي. ما تقعدش بقى جنبي وتسيب عمك. قوم روح اقعد معاه، اجري. هغور هغور يا امه، غور في 60 داهية. يا حبيبي يا حمزة. يا قلب ستك يا اخويا، قطعت بيا يا ابني. سيبانيني يا ولدي، ما عاوزة بنت حمزي. لا بنتي بنتي، بكفاية انا ابوك بلون الدم، بكفاية انا ابوك بلون الدم، بكفاية. مين يا اميني؟ مين تحرجي جنب امك يا بنتي؟
بس مش عايز تصدقني، ليه مش عايز تساعدني وتساعد نفسك؟ عندناش وقت. انا عايز سلاح بكميات كبيرة قوي ونوعيات تقيلة، مش زي الخفيف اللي احنا كنا شغالين فيه، وعندي مليون طريقة عشان ادخلها من الحدود. انت وقعت على بلد في حالة حرب بقى. ده زبون جديد مع فلوس كتير قوي جاية من بلاد كتير وهيشتري باستمرار. ممكن اعرف الزبون ده؟ جماعة لطيفة ساكنة جبل الحلال. الحمد لله. أمينة. هنا وتاخد خلود وترجع بيها. عايزك تحبلها يا واد، عايزه واد تاني. حمزه خلاص الله يرحمه، والعيله دي كلها ما تملكش شيلن، كله باسم ابو هيبه. يبقى لو عايزنا نورث تتشقلب لحد ما تحبل مراتك، فاهم؟